حضرتك يا مولانا، يعني أنا محب لكل أهل العلم، نعم وكما تفضلت فضلتك وقلت إن العلم بالإنصاف وليس بالإسفاف، نعم، ولكن نجد بعض الناس في هذا الزمان عندما نحدثه بأننا محبين لأهل التصوف وأهل الصوفية وأهل الله سبحانه وتعالى ينبث في قلوبهم هاجس من الرعب أو الخوف، ويكاد بعض الناس إن تقدم أحد الشباب في مقتبل عمره يطلب ابنته للزواج ربما يرفض، ويكون سبب رفضه بأنه محب للصوفية، فما السر وراء ذلك مولانا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، طبعا السؤال واضح. هو في طبعا جانب وهو يتعلق بالصوفية وهم الأدعياء، وهم أشد خطرا على التصوف من أعدائه ومنكريه. في جانب أعداء ومنكرين، وفي جانب أدعياء، لكن هؤلاء الأدعياء هم الذين قدموا السلاح للأعداء لمهاجمة التصوف وإنكاره بهذه الممارسات والانحرافات التي نراها في كل وقت، من انحرافات في العبادات، من انحرافات في المفاهيم، من انحرافات في السلوكيات، من الطبل والزمر والرقص، من دعوى الولاية أو صنع الخوارق أو كذب وتدبيج، من ادعاء النسب بهتانا وزورا النبي صلى الله عليه وسلم، من أشياء كثيرة، من مظاهر آثام الموالد أو تكاثر برجال خيرهم عوج، من أشياء كثيرة صنعت صورة ذهنية محرفة عن التصوف، فاستغلها أعداء التصوف ومنكريه لمزيد من النكاية والإنكار للتصوف، في حين أن التصوف هذا هو الذي صنع هذه الأمة، فهو روح الدين بنص الكتاب والسنة، ونحن نعلم الحديث المتفق عليه بعدما ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل مقام الإسلام ثم الإيمان وهو أعلى، ثم الإحسان وهو أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه. قال العلماء: وعلى مقام الإسلام تدور علوم الفقه وأصوله، وعلى مدار الإيمان تدور علوم العقيدة، التصوف اللي هو علوم الأصول الدين يعني العقيدة، وعلى مدار الإحسان تدور علوم التصوف. لما خرج سيدنا جبريل، لما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى ده الدين، فكيف تنكر الدين؟ ثم الذي صنع هذه الأمة هذا الجانب الروحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وأقام دولة الإسلام، وكانت دي بداية تاريخ الإسلام، ودي بداية حضارة الإسلام، لم يكن ذلك من فراغ، وإنما سبق ذلك 13 سنة في مكة من التربية، 13 سنة من التصوف. فكان يربي صحابته الأبرار الأخيار على اليقين، على الإيمان، على أن يكونوا أوثق بما عند الله في الغيب مما بين أيديهم في عالم الشهادة، على الرضا، على المحبة، على السلام، على التوكل. وفرق بين تربية الإيمان وعلم الإيمان، وفرق بين تربية اليقين وعلم اليقين، وفرق بين تربية الصدق وعلم الصدق. فلما اكتمل البناء الروحي فكانت الهجرة إلى المدينة هجرة إيمان لا هجرة أمن.
اكتمل التربية يبقى هجرة إيمان يعني هجرة بناء. قبل ذلك الهجرة الحبشة هجرة أمن، لم يكن قد اكتملت التربية. فنهاجر إلى الحبشة لنحفظ ديننا وأنفسنا، نبحث عن الأمن. لو قاتلت ودافعت عن نفسي قبل أن يكتمل التربية سأنتقم ممن يعتدي علي ويظلمني. لكن أما وقد اكتملت التربية لكي تكون كلمة الله العليا، مش عشان نفسي. ليه اكتملت التربية؟ عشان كده متى نزل قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، امتى؟ في المدينة في بدر. قبل ذلك لم يؤذن لهم حتى بالدفاع عن أنفسهم لما يتربوا الأول، حتى لا ينتقم. لكن لما اكتملت التربية ذهب إلى المدينة يبدأ البناء. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولذلك لما يكتمل البناء وتكتمل التربية هيبقى ربنا بس، ما بقاش في حظ للنفس. وضربنا مثل من قبل في الدروس لما سيدنا علي بن أبي طالب كما ورد كان يبارز كافرا وكاد أن يقتل سيدنا علي رضي الله عنه، فلما وقع سقط تحت سيفه هذا الكافر، فلما هم سيدنا علي بقتله فبصق هذا الكافر في وجه سيدنا علي فقام من على صدره ولم يقتله. فقيل له في ذلك قال كنت سأقتله لكي تكون كلمة الله العليا، أما وقد بصق في وجهي فخفت أن يكون قتلي له انتقاما لحظ نفسي. ما فيش هنا النفس، ما فيش الحظوظ. فطبعا التصوف هو بنص الكتاب والسنة وبتقرير العلماء المحققين هو أصل هذا الدين، وبالواقع والتاريخ هو الذي صنع هذه الحضارة وهو الذي صنع تاريخ هذه الأمة، وهذا واقع لا يحتاج إلى جدال. بحكم الواقع والتاريخ، ودائما ما أكرر لقد أصيبت الأمة في مقتل يوم أن غفلت عن التصوف في حياتها، ولن يعود لهذه الأمة مجدها وحقائقها إلا إذا عادت إلى التربية إلى التصوف. والله أعلى وأعلم.